مارق أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. شوفوا مسابقة زياج أكرد على تحضير الشاي المغربي في لندن. جمع الشاي المغربي اللاعبين الدوليين المغربيين في الدوري الإنجليزي الممتاز نايف أكرد وحكيم زياش في لقاء عفوي تقاسماه مع جمهورهما، حيث ظهر في فيديو نشره زياش عبر حسابه الرسمي بالإنستغرام وهما يتباريان في إعداد الشاي المغربي بطريقته التقليدية المعروفة. هذا وقد حضر رفقة اللاعبين اللاعب الفرنسي كورت زوما زميل نايف أكرد في نادي ويستهام. هذا وتفاعل النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع مقطع الفيديو الذي جرى تداوله على نطاق واسع، وأظهر مدى تمسك عدد من نجوم المنتخب الوطني ضمنهم لاعبون نشأوا وترعرعوا في الخارج بعاداتهم وتقاليدهم المغربية الأصيلة رغم بعد المسافة مع أرض الوطن. مركب مينتي Why are you laughing? Huh?